المتوسطات اللي تم عرضها بنقول لو قلنا المتوسط العام للحقول الارشاديه 24000 دب ومتوسط عام الجمهوريه 19، يعني انا بتكلم عن خمس ارادب. خمس ارادب لو في 3 مليون فدان بنتكلم عن 15 مليون اردب، يعني يفوق ل 2 مليون وربع طن. يعني اتفقنا ذات ان الرغيف الخبز المدعم 3 شهور ربع المده. يبقى ده موجودات الحمله وتطبيقات التوصيات الفنيه. علاوه على الحسابات اللي كان دايما معاه الوزير يحسبها، لو حولنا ده لمساحه ارضيه هنلاقي ان مساحه الارضيه تفوق نص مليون فدان بدون اي اسراف على الاستصلاحات، لان معاه الوزير له حساباته بزنس فبيحسبها بالارض وتداعياتها. الحقيقه دي اعمال الحمله، مش عايز اطيل على حضراتكم، ولكن يمكن في جزئيه الاخ الاستاذ الدكتور مدير المعهد قال ان احنا الاول في القمح الربيعي، وقال انها 18، لا احنا مش 18، احنا الخامس على المستوى العالمي بالنسبه للانتاجيه، وبنقارن نفسنا بالقمح الشتوي اللي هو بيقعد اكثر من 10 شهور في الارض. فده وضع ده بيدل على ان في مجهود لوزاره الزراعه، في مجهود للبحوث الزراعيه، في استنباط الاصناف، في استمراريه. يمكن اخيرا جانا احد الساده المستشارين التجاريين بره، لا البنك الافريقي، بنك التنميه الافريقي وزع قمح اسمه القمح الذكي واخطر من القياده السياسيه، وجانا جواب لينا ده من خلال تات وتات بترعاه الكارده، واتضح ان هذه الاصناف طالعه من برنامج التنميه المشترك اللي هي ارسي مركز بحوث زراعيه والكارده في محطه بحوث سلس. ولكن مش عايز اطلع على حضراتكم.